بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم درسنا إن شاء الله راح يكون عن Supervised Learning، وراح ندرس مبدئيا البيسك كونسبتس، الأسس أو خلينا نقول الأساس اللي على عليه بنيت الماشين ليرنينج، و أبسط أنواع الماشين ليرنينج اللي هو السوبرفايزد ليرنينج، وراح نتطور في الأمام في دروس راح تيجي لاحقا إن شاء الله، مثل الديسيجن تري، اندكتيفز، ايفالويشن اوف كلاسيفايرز، نايف بايزن كلاسيفاير، نايف بايزن اوف تكست كلاسيفيكيشن، سبورت فيكتور ماشين، كي نيرست نيبر، simple methods, bagging and boosting, and a summary of these machine learning concepts. مبدئيا خلنا نأخذ الاكزامبل التالي او المثال التالي على المشين ليرنينج. بقولنا an emergency room in a hospital measures 17 variables. هناك غرفة طوارئ في مستشفى تقيس 17 متغير مثل blood pressure, age، ممكن التمبريتشر الى اخره، 17 متغير من المتغيرات الحيويه التي تعبر عن صحه البني ادم. طبعا للمرضى اللي بيدخلوا جديد، فور وات، لماذا، ليش منقيس هاي الاشياء؟ A decision is needed. هناك قرار يجب ان يتخذ، whether to put the new patient in an intensive care unit or not. هل هذا البيشنت اللي واصل للطوارئ نيجي نضعه احنا في العناية الحثيثة او لا. Due to high cost of ICU. الICU طبعا الاجهزة الموجودة فيها، العناية الموجودة فيها ذات تكلفة عالية على المستشفى. Those patients who may survive less than a month are given higher priority. الناس المريضين اللي ممكن ما يعيشوش أكثر من شهر نعطيهم أولوية أعلى. فبدنا نشوف المريض هل هو في high risk or low risk patient، هل هو مريض critical لازم نحطه في العناية الحثيثة، ولا المريض اللي إجا in low risk وما فيش داعي نغلب حالنا. إذن هيا القرار أنا بتخذه كهيومن بناء على دراستي لل 17 متغير اللي راح أخذه للبيشنت، ولكن ممكن إحنا المشين إذا كان عندها ليرنينج أو تتعلم من خلال الحالات اللي بتيجي للمستشفى، ممكن إنها تقرر مباشرة بدون الرجوع للطبيب إنه هذا بلزم له ICU أو عناية حثيثة. Another application، عندنا شركة ائتمانية تصدر بطاقات، A credit card company receives thousands of applications، تستقبل آلاف من الطلبات من الناس اللي بيطلبوا إصدار بطاقة ائتمانية. طبعا الشركة هاي ممكن تعطيك بطاقة ائتمانية بس بعد ما تدرس وضعك بالكامل، هل تستطيع الإيفاء بسداد دينك على هاي البطاقة أو لا. فبتأخذ شوية معلومات عن الشخص المعني مثل الايج، العمر، الماريتال ستيتس، هل هو متزوج او لا، انيفرساري، الراتب السنوي، اوت ستاندينج ديبتس، هل في عليه ديون او ما عليهش ديون، الى اخره من الاتريبيوتس او الباراميترز، او ما احنا بنسميها كمان هنا فيتشرز اللي تؤخذ عن الشخص اللي مقدم الطلب. الآن هذا الطلب ممكن نوافق عليه أو ما نوافقش عليه، approved or not approved، بالاعتماد على إيش؟ بالاعتماد على ما عباه زبون من الأشياء المطلوبة منه. الآن أنا ككومباني أستقبل آلاف مؤلفة من الطلبات، إذا بدي أقعد أدرس هاي الآلاف المؤلفة من الطلبات مانيولي راح تحتاج إلى وقت كبير جدا. وبالتالي الآن لو خلينا المشين تتدرب على حالات، طبعا بداية ممكن احنا
نعبي آلاف الطلبات أو ألف ألفين طلب، نعالجهن كهيومن، الهيومن إكسبرت يعالجهن ويكون دقيقات جدا، ولكن إحنا نعطيهن للمشين فيما بعد حتى تتدرب. إذا تدربت المشين أي طلب جديد بيجي مباشرة بتعمل له approve or not approve خلال matter of second بدون الرجوع إلى human expert يدرس ويشوف الباراميترز ويشوف هل يعني يدرس كل من خلال الفيتشرز اللي موجودة أو اللي وصلت بالطلب، مباشرة بتم اتخاذ القرار بدون الرجوع للهيومن اكسبرت. إذا هذا بقودنا إلى how to make the machine learn. How to make it learn. كيف ممكن خليها تتعلم؟ وما هي الآلية؟ Like human learning from past experience. الإنسان زي ما بنعرف ربنا سبحانه وتعالى حبى مقدرة على التعلم من الحالات السابقة أو الخبرة اللي مرت عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الشيء، قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ليش؟ لأنه بتعلم من أول مرة أنه ما يرجع لهذا الغلط أو هذا الشيء اللي سبب له ضرر. Computer does not have experience. بالمقابل جهاز الكمبيوتر ليس له أي مقدرة على اكتساب خبرة. الكمبيوتر بتعلم من الداتا نفسها، هو بيشوف الداتا كيف ماشي، شو البترن اللي ماشي عليه، شو العلاقات الخفية بين الاتريبيوتس وسمات الداتا المختلفة، وبعمل موديل بنسميه احنا الليرند موديل او النموذج المتعلم. اذا a computer system learns from data which represents some past experiences of an application domain. Our focus. الآن إحنا وين راح نركز؟ Learn a target function that can be used to predict the value of a discrete class of attributes. Approved or not approved, high risk or low risk patient. إذن الهدف تاعنا هو اقتران أو دالة تستطيع تتوقع الحالة القادمة من خلال أو بالاعتماد على الحالات السابقة. مثلا الطلب في الشركة، هل اعمل له ابروف او نت ابروف، هذا بيعتمد على الموديل انه تعلم من الحالات السابقة او لا، او هل بيشنت اللي جاي بناء على مؤشراته الحيوية هل هو هاي ريسك او لو ريسك. The task is commonly called supervised learning classification or inductive learning. بالعادي هذا يسمى التعلم الموجه او التصنيف او التعلم بالتوقع او بالبريدكشن، وبالتالي هو inductive learning. الآن ليش سميناه supervised؟ لأنه labels of the data already exist. يعني أنا من the human expert حصلت على داتا مصنفة جاهزة، وأخذت هاي الداتا وديتها للمشين على أساس تكتشف العلاقات الخفية بين هالأتريبيوتس المختلفة، ويطلع عندي في النهاية نموذج متعلم قادر على أنه يعطي قرار للحالات الجديدة القادمة. The data and the goal. الآن مهم جدا عندنا، أنا دائما وأبدا إذا لاحظتوا بجيب سيرة الداتا لازم أحصل عليها من الـ human expert، من الإنسان الآدمي الخبير. الآن الآلة راح تعتمد على هاي الداتا هيفري. شو هي الداتا؟ الداتا is set of records. إذا نلاحظ عندنا مجموعة من السجلات، ممكن هاي السجلات تمثل المريض، ولكن كل سجل فيه 17 مؤشر حيوي للمريض، الضغط، الحرارة، كذا كذا كذا. هذول شو بنسميهن الكي اتريبيوتس او الفيتشرز، كمان لهن اسم اخر. الان هذا البيشنت اللي له هذول الخصائص، شو الكلاس تاعته راح تكون؟ هل هو هاي ريسك او لو ريسك؟ فهذا هاي الحاله بنسميها عندنا شيء اخر بنسميه الكلاس. ايتش اكزامبل، طبعا هون لما نقول
patient، هذا البيشنت له أكثر من اسم. بعض الأحيان بنقول له example، بعض الأحيان بنقول له case، بعض الأحيان بنقول له instance. ليش؟ لأنه له مجموعة من الفيتشرز. الآن هذا الكيس أو الإكزامبل أو الإنستانس مصنف على أنه لو ريسك أور هاي ريسك، هذا مثال. لذلك الكلاس هي جزء آخر من الداتا. الآن شو هدفنا إحنا؟ هدفنا to learn a classification model، هدفنا إنتاج موديل يتعلم من هاي الداتا اللي موجودة مرة واحدة فقط بتعلم، بعدين أي حالة جديدة بتيجي يستطيع اتخاذ القرار المناسب. From data that can be used to predict the classes of new, future, or test cases instances. طبعا هنا في نقطتين مهمات جدا إذا بتلاحظوا، في عندنا إشي اسمه future وفي عندنا إشي اسمه test. الداتا هاي اللي كوناها ممكن كونا 1000 ريكورد، 2000 ريكورد اللي عن المرضى اللي زاروا مثلا الطوارئ وتم تصنيفهم الى لو ريسك وهاي ريسك. الألفين او الثلاثالاف ريكورد او سجل او اكزامبل او انستنس او كيسز، هذولا بنسميهن الداتا. الان الداتا هاي مش راح كلها تخش في التريننج، انا راح اقسمها، ممكن اقسمها 70% للتريننج و30% للتستنج. يعني أخذ 70% من هالإكزامبلز هذولا ووديهن للمشين تتدرب عليهن باستخدام learning algorithm، خوارزمية خاصة للتدرب. مثال على الخوارزميات الخاصة في التدرب: support vector machine, artificial neural network, decision tree, Bayesian network إلى آخره. لأن هاي منسميها test data. لكن لنفرض إنه إجانا داتا من خارج الداتا هاي اللي احنا جمعناها، داتا جديدة تماما، ها، من خارج هالكوربس اللي احنا جمعناه اللي هن 2000-3000 ريكورد، هاي بنسميها فيوتشر داتا او فيوتشر كيسز. وهذا مثال على الشركة اللي حكيناها او اللي حكينا عنها قبل شوية، اللي هي شركة الشركة الائتمانية اللي بتعمل او انت بتقدم لها طلب انه بدك بطاقة ائتمانية عشان تاخذ لون عليها. فاخذوا عندنا او اخذوا الزباين المتقدمين، بقول لك من تاريخ الشركة اذا كان الايج مثلا يونج، هذا جوب ما عندهوش جوب، اون ا هاوس عنده بيت او ما عندهوش فولس، كريدت ريتينج فير، يعني بمعنى اخر انه يعني الريت اللي طالبه على البطاقة فير، ها، او يعني لا هو كثير ولا هو قليل، هل اعطيه اعمل له ابروف للابلكيشن ولا لا، النتيجة نو. طبعا هذولا الداتا هاي جمعت من الشركة على مدار ممكن تكون اسبوع، يوم، يومين، ثلاثة. طبعا احنا هنا 15 سجل، 15 اكزامبل، 15 كيس، 15 اشي منها ابروفد بابلكيشن واشي نوت ابروفد. هاي الداتا جمعت من قبل الهيومنز، ها، جمعت من قبل الهيومنز. احنا راح ناخذها نمررها للمشين ونعمل تريند موديل بحيث لو اجته حاله جديده، ها، طبعا تريند موديل هدفه يعمل كلاسيفيكيشن، هل انا اعمل ابروف للطلب او نوت ابروف. فاذا جاء على سبيل المثال كيس جديدة مثل الايج يونج، هذا جوب فولس، اون هاوس فولس، كريديت ريتينج جود، شو يعطي لي كلاس؟ ها، بعد ما تدرب شو المشين راح تعطي كلاس؟ طبعا بالاعتماد على البيانات اللي السابقه نو ات از نوت ابروفد، فالمشين يفترض انها تعطي نو از نوت ابروفد. نتوقف الان إلى هنا لنتابع بعد قليل إن شاء الله ما الفرق بين السوبرفايزد والأنسوبرفايزد ليرنينج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.